المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير وحيكم، وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. البلاد تحيي 20 يونيو يوم ذكرى الشهداء. دعم لأسر الشهداء في إقليمي جنوب البحر الأحمر والأوسط. الإريتريون في مختلف الدول يحيون يوم الشهداء. مقتل نحو 20 مدنيا في مالي جراء هجوم شنه مسلحون. الصين تختبر منظومة الصواريخ اعتراضية بنجاح. كولومبيا تنتخب أول رئيس يساري في تاريخها. السلام عليكم ورحمة الله. أحيا المواطنون في الداخل والخارج 20 يونيو يوم الشهداء بفخر واعتزاز، وفي مناسبة إحياء يوم الشهداء الذي جرى في مقبرة الشهداء بأسمرة على مستوى البلاد بحضور محدود، وضع الرئيس أسفورقي إكليل زهور على شرف الشهداء، كما أحيى الشعب الإريتري مساء أمس ذكرى شهدائه بإضاءة الشموع. أعلن مسؤول رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد زراعي تخلاب تقديم الحكومة لأكثر من 5 مليارات و200 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء أن الحكومة بدأت ولضمان رعاية أسر الشهداء عملية تقديم 10,000 نقفة لأسر الشهداء عام 1995، وقامت منذ شهر يناير من عام 2004 بتقديم عالة بمبلغ 500 نقفة شهريا لكل أسرة شهيد، حيث قدمت حتى شهر ديسمبر 2021 أكثر من 5 مليارات و200 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء. وذكر تقديم الإريتريين في الداخل والمهجر لأكثر من 160 مليون نقفة ل 18,299 أسرة شهيد محتاجة. وأوضح تأهيل 1309 من زوجات الشهداء المحتاجات وأبناء الشهداء بالماشية والأنشطة التجارية المصغرة والدورات التدريبية بأكثر من 26 مليون نقفة بدعم الإريتريين في الداخل والمهجر. وأشار إلى المساعدات الشعبية المالية والعينية لأسر الشهداء، موضحا تقديم طلاب مدرسة حلايا الثانوية ل 192 ألف نقفة في مبادرة اتخذوها لمساعدة 17 أسرة شهيد منذ عام 2013. قدم دعم لأسر الشهداء بمناسبة 20 يونيو في إقليمي جنوب البحر الأحمر والأوسط. وقدم تنظيم الشباب العمال في إقليم جنوب البحر الأحمر 120 ألف نقفة يوم 18 يونيو لـ40 أسرة شهيد في مديريتي عصب وجنوب دنكاليا. وظل الشباب العمال يكفلون 40 أسرة شهيد منذ عام 2020 باقتطاع جزء من مرتباتهم. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن إحياء 20 يونيو بفخر وكبرياء والعمل النموذجي يعزز مضمونها أكثر. وقدم تنظيم الشباب العمال في الإقليم الأوسط 52 ألف نقفة ل 26 أسرة شهيد محتاجة، والإريتريون المقيمون في لاس فيغاس الأمريكية 50 ألف نقفة ل 10 أسرة شهيد في مديرية ترابولو، وتقديم دعم عيني ل 16 أسرة شهيد في دار الضاحية حد شعدي في مديرية أبشاول. من ناحية ثانية، نظم سكان 4 أسمرة رحلة سير على الأقدام حتى حديقة الشهداء، وقاموا برعاية الأشجار فيها يوم 19 يونيو. وقامت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في مديريتي سزارات وترافولو بنفير نظافة في مقبرة الشهداء في أسمرة، بينما أحيا سكان مديريات عداق حموس وسنبل وباراديزو وغزباندا وغدايف يوم الشهداء بمختلف الفعاليات.
أحيا الإريتريون المقيمون في السودان وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والرياض وجدة السعودية والكويت وإسرائيل وكينيا والنمسا وقطر أحيوا 20 يونيو يوم الشهداء. وأحيا الإريتريون في السودان يوم الشهداء بشتل الأشجار وإضاءة الشموع. وقال السفير عيسى أحمد عيسى في المناسبة إن 20 يونيو يوم تجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، مشيرا إلى أن إعالة 41 مواطن لأسر الشهداء هذه السنة يعكس العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وإن إعالة أسر الشهداء مسؤولية الجميع. وأحيا الإريتريون في إثيوبيا يوم الشهداء في برنامج منظم في السفارة الإريترية يوم 19 يونيو بأنشطة نفير وإضاءة الشموع. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية سيد بنيام برهي إن مساعدة أسر الشهداء والمحتاجين مسؤولية كل مواطن. وأحيت الجالية الإريترية في أبو ظبي يوم الشهداء بالتبرع بمبلغ 13,560 درهم لصندوق أمانة الشهداء وإضاءة الشموع. وأقال السفير عثمان محمد عمر إن تقديم كل جوانب الدعم لأسر الشهداء جزء من تنفيذ أمانة الشهداء. وأحيا الإريتريون في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الشهداء في 19 يونيو. وقال مسؤول الشؤون الشعبية سيد محمد علي محمد سعيد إن إحياء يوم الشهداء يعبر عن فخر واعتزاز الشعب الإريتري بشهدائه. وشهدت المناسبة اتخاذ مسؤولية كفالة 91 أسرة شهيد والتبرع المالي لصندوق أمانة الشهداء. وقدم الإريتريون في الرياض بالسعودية في مناسبة إحياء يوم الشهداء 116,141 ريال سعودي لصندوق أمانة الشهداء وكفالة 29 أسرة شهيد. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الإريترية سيدة ويني غرزجهير ورئيس الجالية الإريترية في الرياض وضواحيها سيد عبد الرحمن إمام إن الهدف من 20 يونيو تجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي ورئيس الجالية سيد سالم صافي في مناسبة إحياء يوم الشهداء في 17 يونيو إن 20 يونيو يوم تأكيد الاستعداد للإيفاء كمواطنين بكل المتطلبات. ونظمت السفارة الإريترية في قطر يوم الشهداء في 19 يونيو بحضور عدد كبير من المواطنين. ودعا السفير علي إبراهيم الأسر والجاليات لترسيخ قيام إحياء ذكرى الشهداء بفخر واعتزاز في الأجيال باعتباره من القيم الوطنية. وقدمت الجالية الإريترية في قطر في المناسبة 23,000 ريال لصندوق أمانة الشهداء وكفالة 13 أسرة شهيد. ونظم الإريتريون في إسرائيل في مناسبة إحياء يوم الشهداء في 18 يونيو رحلة سير على الأقدام والتبرع بمبلغ 15,250 دولار لصندوق أمانة الشهداء. كما أحيا الإريتريون في كينيا وفي فيينا النمساوية يوم الشهداء بإضاءة الشموع. قدم المواطنون في مديريتي تساني ودباروا حوالي 314,000 نقفة لإعالة أسر الشهداء وذلك بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء. وفي هذا الإطار قدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية تساني 166,000 نقفة وأعضاء التعبئة والتوجيه في الفرقة العسكرية 65 حوالي 9,000 نقفة وسيد ناتنائيل من سكان المدينة 5,000 نقفة وبلغ مجموع التبرع 180,000 قدم ل 38 أسرة شهيد. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية تسنية السيد تسفازجي عقبازجي مواصلة الدعم أيضا في الحراثة، وأشار إلى تأهيل عدد كبير من أسر الشهداء في المديرية في الأعمال التي اختارتها بأكثر من 6 ملايين نقفة بالمبادرة التي أطلقها المجتمع عام 2007. وأوضحت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة ذهب يوسف إن الدعم الشعبي عامة وأصحاب المال خاصة لأسر الشهداء يبعث على الارتياح. وفي دبارو قدم عمال المؤسسات الحكومية حوالي 134,000 نقفة ل 133 أسرة شهيد. وذكرت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة سيجي باريا جابر تقديم دعم من الحكومة والشعب في الداخل والمهجر لأسر الشهداء وتأهيل الأسر المحتاجة عينيا. وأشارت إلى تقديم إعالة لأسر الشهداء بحوالي 3,825,000 نقفة من شهر يناير 2021 وحتى مارس 2022 ومساعدتها في الزراعة وغيرها من أنشطة.
بعد الفاصل سيداتي وأسادتي أعود بالأخبار الخارجية. لقي 20 مدنيا مصرعهم إثر هجوم شنه مسلحون في عدة قرى تقع في مدينة غاو بشمال مالي، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة وآخر محلي. وقال مسؤول في شرطة المنطقة فضل عدم الكشف عن هويته إن إرهابيين مجرمين اقتالوا ما لا يقل عن 20 مدنيا في قرى عدة بمنطقة أنشاودك التي تبعد عشرات الكيلومترات شمالي غاو. وصف نائب منطقة غاو التي تعد واحدة من أكبر مدن الشمال الوضع في منطقة أنشاودوك بأنه مقلق للغاية، مشيرا إلى هروب مدنيين كثر خوفا من تجاوزات جهاديين في القرى المجاورة. وتشهد غاو أعمال عنف منذ اندلاع النزاع سنة 2012 في مالي، حيث لم يجدي انتشار القوات الأجنبية في حل الأزمة الأمنية في بلاد شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020. قالت وزارة الدفاع الصينية إن الصين أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تطلق من منصات على الأرض إنها حققت الغرض المتوقع، ووصفت الإجراء بأنه دفاعي ولا يستهدف أي دولة. وتكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ البالستية المتطورة ذات الرؤوس النووية، وذلك في إطار خطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ. وجاء أحدث إعلان عن تجربة سابقة في فبراير 2021 وقبل ذلك في 2018. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الصين دأبت على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الاعتراضية منذ عام 2010 على الأقل. وكانت الصين قد عبرت إلى جانب حليفتها روسيا مرارا وتكرارا عن معارضتها لنشر الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية. أصبح غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا حاصدا أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها. وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقر بهزيمته على 47.27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700,000 صوت بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات. من جهته كتب الرئيس المحافظ المنتهي ولايته إيفان دوكي على تويتر: اتصلت بغوستافو بيترو لتهنئته بصفته رئيسا منتخبا للشعب الكولومبي. وهذه المرة الثالثة التي يخوض فيها بيترو انتخابات رئاسية، ويرى العديد من الناشطين في ائتلافه اليساري الميثاق التاريخي الذي تصدر الانتخابات التشريعية في مارس الماضي أن هذه الانتخابات ستكون فاصلة. تعرض الساحل الشرقي لتايوان لزلزال بلغت قوته 6 درجات، وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه، ولكن لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار. وقالت هيئة رصد الزلازل إن الزلزال قد وقع على عمق 6.8 كيلومتر ومركزه مقاطعة هوالين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية قليلة. وأضافت أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال. وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة، وسجلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد حوالي نصف ساعة بحسب خدمة الأرصاد الجوية في تايوان. وفي سياق آخر، أكدت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان أن الزلزال بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 5 درجات، هز مدينة سوزو الواقع على أطراف شبه جزيرة نوتو في شمال اليابان. ختاما سادتي أعود فأذكر بعناوين النشرة. البلاد تحيي 20 مليون يوم ذكرى الشهداء. دعم أسر الشهداء في إقليمي جنوب البحر الأحمر والأوسط. الإريتريون في مختلف الدول يحيون يوم الشهداء.
مقتل نحو 20 مدنيا في مالي جراء هجوم شنه مسلحون. الصين تختبر منظومة صواريخ اعتراضية بنجاح. وكولومبيا تنتخب أول رئيس يساري في تاريخها. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والمشروع في شكرا.